صفةٌ من الصفات التي أُمِرنا بها، وخُلُقٌ من أخلاق الأنبياء، وسجيةٌ موجودةٌ في الأتقياء والأولياء، إذا ما وصلت إلى المؤمن أو تحلَّى بها أو لبسها جاءت الصفات من بعدها تلوى الأخرى. وإذا نزع هذا الخلق أو هذه الصفة من الإنسان جاءت الصفات السيئة من بعدها الواحدة بعد الأخرى. اتصف بها ملك الملوك، وتحلى بها النبي محمد وجميع الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً يرضى بها عنا وترضيه، وترضيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم. والقلب السليم هو المشغول، هو المشغول بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا شريك له في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وأمرنا بأن نكبره تكبيرا. قل الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، نبي الهدى وبحر الندى، وأكرم الناس جودًا ويدا، صلوات الله المباركات التامات المباركات عليك سيدي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي السفينة الناجية بإذن الله، والعصمة الواقية بإذن الله، والعمود الذي من اتصل به وصل، ووصية الله الباقية. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم امنحنا هداك وارزقنا يا ربنا تقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا في الجنة برؤياك واجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي مصطفاك. أيها الأحبة في الله، صفة من الصفات التي أمرنا بها وخلق من أخلاق الأنبياء وسجية موجودة في الأتقياء والأولياء، إذا ما وصلت إلى المؤمن أو تحلى بها أو لبسها جاءت الصفات من بعدها تلو الأخرى، وإذا نزع هذا الخلق أو هذه الصفة من الإنسان جاءت الصفات السيئة من بعدها الواحدة بعد الأخرى. اتصف بها ملك الملوك وتحلى بها النبي محمد وجميع الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صفة الصدق. صفة الصدق، وأول من اتصف بها الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. صفة الصدق أيها الأحبة في الله، والصدق يكون في الأقوال والأفعال والهمم. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. إخوتي وأحبتي وأحبابي في الله، هذه الصفة إذا ما اتصف بها المؤمن تأتي الصفات من بعدها تلو الأخرى. إي والله، لأن أيها الأحبة الصدق صفة جامعة شاملة لكثير من الصفات. تعال انظر إلى القرآن، قال مولانا بعد الصلاة على سيدنا رسول الله: وعدد معي الصفات التي تجتمع تحت كلمة الصدق. قال مولانا جل جلاله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة. الله الله، هل صليتم على رسول الله؟ والملائكة واليوم الآخر أيها الأحبة في الله. ثم بعد ذلك: وآتى المال على حبه مسكينا. يا أحبابي إخواني، وآتى المال على حبه لمن؟ للمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ملهم منهم مدولة أولئك، اسمع: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. صفة جامعة، من تحلى بها تحلى بالدرجات العلى والنعيم المقيم مع إمام الدنيا والآخرة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. اسمع، ليس كلام ولا شعارات: ومن يطع الله والرسول، ماله؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. بعد النبوة، الجهاد في سبيل الله، الصائمون القائمون،
لا والله، اسمع: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أصحاب الأموال، أصحاب العقارات، أصحاب الوظائف العالية؟ لا، كل ذلك يفنى، أما الباقي فهو عملك. اسمع: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا معهم يا رب. من هم أهل الصدق؟ قال عنهم الملك: أصحاب المغفرة، أصحاب الثواب العظيم. قال الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، رقم 4، والصادقين والصادقات. ثم بعدها أحباب إخواني في الله يتسلسل، يا أحباب إخواني تتسلسل الصفات إلى أن قال الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من هم أهل الصدق؟ أمرنا بأن نكون معهم في الدنيا وفي الآخرة، لأن من عاش معهم بعث معهم، كما قال أيها الأحباب القائل: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله أن يجعلنا مع الصادقين وأن يبعثنا معهم. من هم يا أحبابي؟ هم الذين قال الله فيهم، أحبتي وإخواني في الله، قال رب تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من هم يا أحبابي وإخواني؟ هم الذين وصفهم الله في كتابه بأن يوم القيامة لا ينفع، يا أحبابي إخواني في الله، إلا أهل الصدق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاليوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. مل هم؟ أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما لو نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبتي وإخواني، ما اخترق النبي محمد وما انتشرت سيرة النبي محمد قبل البعثة ولا بعد البعثة إلا لأنه كان صادقاً صلى الله عليه وسلم، كان ملقب صلى الله عليه وسلم، أو قد لقب النبي محمد قبل أن يبعث، يا شباب، يعني لسه قبل النبوة كانوا يقولون: جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، نحتكم إلى الصادق الأمين. نعم إخوتي في الله، فاخترق النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الكافرين بالصدق صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك قال النبي محمد، وهذا بيان من رسول الله، أي والله، لأنه إذا انتفى الصدق ضاعت الدنيا، خربت الأمور، لأن الصدق في معناه وفي تعريفه مطابقة الكلام للواقع، مطابقة الكلام للواقع. لأن الله زم أقواما فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، كبر ذنبا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأجل ذلك هذا بيان من رسول الله، اسمع، بيان من النبي محمد. يا من تريد أن تكون مع رسول الله، يا من تريد الجنة، والجنة وما أدراك ما الجنة؟ الجنة فيها جارك النبي محمد، الجنة فيها النظر إلى الله. الجنة أغلى سلعة عرفت، مش تشتري في مكان حساس ولا تسكن في قصر منيف، لا، أغلى سلعة أن تكون جاراً لرسول الله. تخيل إنك جار النبي محمد، تروح تزور النبي محمد، تجالس النبي محمد، قال لك النبي الثمن هكذا، عايز تكون جار النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي، اضمنوا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال: اضمنوا لي ستاً. والحديث عند الإمام أحمد وعند البيهقي وعند غيرهما
من حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم ست حاجات أضمن لكم الجنة. هل تشك في كلام رسول الله؟ اضمن لنا ستة من نفسك. سيدنا النبي يقول لك: خلاص خلصت، ضمنت لك الجنة. ما هن يا رسول الله؟ أولها قال صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا قلتم، وأدوا إذا أتمنتم. شوف صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أتمنتم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. بهذه الست تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقلل لك، أقلل لك عمل. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، اللي هو اللسان. اللسان ده أخطر مما تتصور، مجرم حرب. اللسان، باللسان تلتقي يدك بيد رسول الله، باللسان يخلد الإنسان في النار، لأن الكلام يكون باللسان، الصدق يكون باللسان، الكذب يكون باللسان، النميمة تكون باللسان، الغيبة تكون باللسان، الخوض في أعراض الناس يكون باللسان. لأجل ذلك النبي قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لما ولا، ويكفي أحباب إخواني في الله، ويكفي أهل الصدق، يكفيهم أن الله قال فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الصادق الأمين صلوات الله عليه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الله الله وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يأخذ شهادة مختومة. ماذا فيها؟ قال النبي: ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. كمل الحديث: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. أي شهادة؟ شهادتي أنني كذاب، يتحرى الكذب. قال: حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله من هذه الصفات الرذيلة، وأسأل الله أن يجعلنا من الصادقين والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبوا إلى الله عباد الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على رسول الله. إخوتي وأحبتي في الله، ليس الصدق فقط في القول أيها الأحبة، بل في الأفعال، بمعنى لا تغش ولا تخون ولا تخادع ولا تماري، ولا أحباب إخواني في الله ولا تظلم. هكذا أحباب إخواني، الصدق بالأفعال كمثل الصدق في الأقوال. لأجل ذلك حبيبي وأخي في الله، رتب العلماء الصدق فقالوا: أول ما يكون الصدق بينك وبين الله أن تحسن أو أن تخلص العبادة لله، أن ينطبق عليك قول مولاي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. أي جميع الأعمال أن تكون خالصة لوجه الله. ولنا في أصحاب رسول الله الأسوة الحسنة، هذا هو أنس بن النضر صاحب النبي محمد. يا جماعة، من صدق مع الله الله أصدق. اسمع، أنس بن ابن النضر فاتته غزوة بدر، ملحقش غزوة بدر، لم ينل شرف أن يدخل في بدر، فقال أنس بن النضر وهو يبكي: والله لو بلغني ربي مشهداً بين يدي رسول الله ليرن الله مني ما أصنع، سوف أفعل ما لا يتخيله أحد. فجاءت غزوة أحد، وغزوة أحد كانت في البداية نصر، ثم انقلبت إلى هزيمة، حتى فر الناس من بين يدي رسول الله. يلا يا أنس، يلا أنت في غزوة هتجري مع الناس؟ هسوف تفر وتترك النبي محمد؟ لا،
بل ثبت سيدنا أنس بين يدي رسول الله وأخذ يجول بفرسه وقال تلك الكلمات. قال: يا سعد بن معاذ. قال: نعم. قال: والله إني لأشم رائحة الجنة دون أحد، والله أنا مطالع من الغزوة دي، أحسب نفسي أني شهيداً إن شاء الله. فصدق مع الله، فصدقه الله. انتهت الغزوة فوجدوه قتيلاً غريقاً في دمه، فيه 84 طعنة، بين ضربة بسيف وطعنة برمح أو ضربة بسهم. أيها الأحبة، ما عرفه أحد من كثرة الدماء ومن كثرة الضربات، حتى عرفته أخته من بنانه، أي من أصبعه، لأنه كانت فيه علامة في أصبعه، فعرفت أخته أنه أنس. فبكى الصحابة وقالوا: صدق مع الله، فصدقه الله. بل أكثر من ذلك، اجعل الصدق في الكل كبيرة وصغيرة، واعلم أن الكذب حبيبي وأخي في الله عقباه وخيمة، لأننا تعلمنا صغاراً أن للكذب ليس له أرجل، بس لما كبرنا احنا طبقنا وقلنا: لا، ده للكذب له أرجل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعال اسمع إحبابي إخواني في الله، لهذا البطل رضوان الله عليه ما ذكره صاحب كتاب نزهة المجالس، نزهة المجالس ونخبة النفائس، صاحب هذا الكتاب السفوري رحمه الله، ذكر قصة هي ذكرت ونسبت إلى أبي اليزيد البسطامي، ولكن في التحقيق هي لسيدنا ومولانا عبد القادر الجولاني رحمه الله. هذا البطل وهو صغير، ابن 7 أو 10 سنوات، أرسلته أمه من مكة المكرمة إلى بغداد ليأخذ منها العلم، وبالفعل خرج مع القافلة، صغير حديث السن 10 سنوات أو أقل. ونعم، قد صدق من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. طفل تربى في بيت كله صدق هيطلع ايه؟ صادق. طفل تربى بين أبوين يكذبان، كيف يكون الحال؟ يأخذ ماجستير في الكذب، لأنه شرب الكذب كما شرب الألبان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 10 سنوات مع القافلة، فخرج معهم وهم في طريقهم حتى وصلوا إلى همدان، مكان قبل بغداد، فأمسك بهم جماعة من اللصوص، أخذوا القافلة وأخذوا من معه وسبوا الناس، أي أخذوا النساء. ثم يقول عبد القادر الجيلاني: فجاء إلي رجل وقال لي: ماذا معك؟ إيه معك؟ قال: معي 40 دينارا. فتركه الرجل. أنت يا ابني أنت مش عارف بتكلم مين، أنت بتكلم مؤسسة خيرية، أنت تكلم زعيم اللصوص. قال: معي 40 دينارا. فتركه، ظن أنه يسخر منه. ثم جاء لص آخر: ماذا معك يا غلام؟ قال: معي 40. فأخذوه إلى كبيرهم، قالوا: خذنا كل ما في القافلة ما عدا هذا الطفل يقول أن معه. فجئنا به فسأله، قال: ماذا معك؟ قال: معي 40 دينارا. قال: أين هي؟ قال: ها هي. قال: يا غلام، أما تعلم أين أنت ومن نحن؟ قال: نعم، أعلم أنكم لصوص. قال: فكيف تخبر بمالك؟ قال: لأنني عاهدت أمي على ألا أكذب. عاهدت أمك؟ والله عاهدت أمي على ألا أكذب. فبكى كبيرهم، كبير اللصوص: يا جماعة، ما من إنسان إلا وفيه خير وفيه شر، حتى الكافر، من كفر بالله. وقد صدق النبي حينما قال: إنما العبرة بالخواتيم. قال: يا غلام، لما أخبرت؟ قال: لأنني عاهدت أمي على ألا أكذب. فبكى وقال كبيرهم: أنت تخشى أن تنقض العهد مع أمك، وأن تخون عهد أمك، ونحن قد خنا ونقضنا العهد مع الله، تبنى على يديك يا غلام. أمر كبيرهم بأن تعود الأموال إلى أصحابها، وأن تعود القافلة. ثم أعلنها كبيرهم، كبير اللصوص: اعلموا من اليوم تبنى إلى الله، ومن أراد منكم يصنع ما يصنع، بيتكلم مع بقية اللصوص،
فبكوا وقالوا: أنت كبيرنا في قطع الطريق، وكنا معك، واليوم أنت كذلك كبيرنا في التوبة إلى الله، ونحن قد تبنا معك. الصدق أحبتي وإخواني في الله. واعلم أنه ورب الكعبة ما وجدت أنت ولا أنا صادقا في مكان إلا ووجدت هذا الرجل محبوبا خيرا مألوفا عند الناس. أي والله يا أحبابي إخواني، فإياك والكذب حتى ولو في أدق الأمور. صدق من قال: الصدق من جاء، الصدق من جاء، والكذب عاقبته وخيمة. الكذب يا أحبابي إخواني في الله مش إنك أنت تقول كلمتين عشان تاخد اللي عايزه، لا يا أخي. تعال أسأل بلال، وأختم كلامي بسيدنا بلال صاحب النبي محمد. ذهب مع أخيه، ذهب مع أخيه لخطبة لأخيه، أخوه يريد أن يتزوج، فأفضل واحد تأخذ معك أخوك. تقطعت الصلاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل أصبحنا في عصر لا يعرف الأب متى تزوج الولد أو لم يتزوج، والأم تدعى كمثل غريبة من يا أحبابي من الجيران، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخذ سيدنا أخو سيدنا بلال أخاه إلى رجل من قريش ليخطب ابنته، فذهب صاحب النبي محمد بلال رضوان الله عليه، مؤذن النبي محمد، جلسوا بين يدي ولي الأمر ولي أمر العروس. ثم قال بلال، اسمع الكلام، ماذا قال بلال؟ قال: إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قد عرفتم، بكلم أهل العروسة، قد عرفتم من نحن أنا وأخويا، كنا عبدين. بالصراحة احنا أصلنا كنا ايه؟ عبيد. أي كلام ده يا رجل؟ تخيل أخوك رايح معاك وحيذكر الصفات السلبية اللي فيك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قد يذهب الواحد منا مع أخيه ويعلم أنه مدمن للمخدرات ويقول لك ما بعدين يتوب. لا يا أخي، أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: قد عرفتم من نحن، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، وكنا ضالين فهدانا الله، فإن زوجتمونا فالحمد لله، وإن لم تزوجونا فالله أكبر، وردوا علينا. هيا بنا يا أخي. ماشي مع أخوه في الطريق، قال: يا أخي، لما لم تذكر لهم السوابق والمشاهد مع رسول الله؟ لما لم تقل لهم: أنا بلال مؤذن النبي محمد، أنا بلال ضحيت في الإسلام، أنا بلال من السابقين في الإسلام، أنا بلال شهدت أحد، أنا بلال شهدت بدرا، أنا بلال شهدت الخندق، أنا بلال شهدت جميع المشاهد مع رسول الله، أنا بلال كنت مع أبي بكر الصديق، أنا بلال كنت مع عمر بن الخطاب، أنا كنت مع من فتح المسجد الأقصى. لما لم تذكر يا أخا؟ يا أخي، تلك السوابق وتلك المشاهد. وهو يتحدث مع أخيه، فإذا بوالد العروس يجري من خلفه يقول له: يا مؤذن رسول الله، يا مؤذن رسول الله، يا بلال توقف. فتوقف بلال، فجاء والد العروس، قال تلك الكلمات أو فيما معناها: كيف نرفض لابنتنا من هو أخ لمؤذن النبي محمد؟ نعم. فضحك بلال وضرب أخاه على صدره وقال: لما صدقنا زوجونا بالصدق يا بني، أصدق الله فالله أصدق. أسأل ربنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، واغفر لنا أجمعين بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، زدنا ولا تنقصنا.
اكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وأهلها، شعبها، جوها، بحرها، أرضها، جميع سكانها. اللهم اجعل مصر في كفالتك وعينك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تحفظ مصر بجودك وكرمك، وأن تجعلها في معيتك يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين، اجمع شمل أمة النبي محمد يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واشف جميع مرضى المسلمين، وارحم جميع موتى المسلمين، واختم لنا خاتمة بخاتمة خير أجمعين. أحبكم في الله.